لسه هنتكلم كتير عن كولر، وهينضم لينا عبر زوم من سويسرا نجم السويد جريم ماتس، احد نجوم السويد في كأس العالم 1990، وايضا هو قائد واسطوره نادي جراس هوبرز السويسري للعب له في الفتره من 1985 وحتى عام 2000. اكتر لاعب لعب جنبه هو مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي، لعب معاه 290 مباراه في مشواره، هنتكلم معاه في موضوعات كتير. جاهز يا شباب؟ طيب نروح لجرين ماتس، هذا النجم الاسطوري الكبير، ونرحب بيه طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي، وهنكون سعداء بالحديث معاه طبعا في مختلف الموضوعات اللي تهم جمهور النادي الاهلي وكره القدم المصريه. اولا اهلا بيك، وانت صاحب مشوار طويل جدا في الدوري السويسري، وكان صديقك المقرب هو مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي. رايك وتعليقك على نجاح كولر حتى الان في المرحله الاولى مع النادي الاهلي وتحقيقه لكاس السوبر المصري في بدايه مشواره التدريبي في مصر. نعم، شكرا جزيلا أن أكون معكم اليوم على هذه القناة، فهو شرف لي. بالتأكيد لعبت لسنوات طويلة مع مارسيل كولر، وأيضا كنت صديق مقرب له على مدار السنوات الطويلة الماضية، وأيضا تابعته وكنت قريب منه كمدرب أيضا. وأنا سعيد للغاية عندما ذهب ودرب النادي الأهلي، لأني أعرف أنه من أكبر الفرق في التاريخ، ليس فقط في مصر ولكن أيضا في أفريقيا بأكملها. ولا أنا لا أعرف على مستوى العالم، ولكني أعرف أنه أحد أشهر الفرق في مصر وعلى مستوى الكثير من الأنشطة، وهو من الأشياء المثيرة للاهتمام أن يفوز بهذه البطولة في بداية مشواره. طيب كيف ترى مارسيل كولر المدرب؟ يمكن انت لعبت معاه ولكن التدريب امر مختلف. ما رايك في كولر كمدير فني واهم مميزاته؟ اعتقد انه كمدرب هو يعرف جيدا ما الذي يريده من اللاعبين، ولديه علاقات قويه ومتينه مع الفريق. هو يحاول دائما ان يجد سبل للتعامل معهم والتقرب منهم في الملعب، وهذا يحرز نتائج هائله اعتقد، واستطاع ان يحرز نتائج كمدرب فقط لأنه يستطيع أن بتفكيره هو يحاول دائما أن يتقرب منهم. طيب أيضا هارالد جامبلي لاعب منتخب سويسرا وجراس هوبرز السابق هو المدرب المساعد في جهاز كولر، ما رأيك؟ نعم، هو أيضا شخص هام جدا بالنسبة لمارسيل كولر، لأنه عمل معه من قبل، وهو قام الحقيقة بوظيفة هائلة كمساعد له، لأنهم يستطيعون التفاهم في داخل الملعب وأيضا خارج الملعب. هناك نقاط مهمة جدا استطاعوا أن يتفقوا عليها معا. طيب من وجهة نظرك، خلينا نروح بقى لمنتخب السويد وأسألك، لأنه المنتخب السويدي واحد من المنتخبات الكبيرة في العالم، يعني لماذا لم ينجح من وجهة نظرك منتخب السويد في الوصول إلى كأس العالم؟ نعم، عندما يأتي الموضوع لهذه المباريات، هي مباراة واحدة ولعبوا ضد بولندا وكانت مباراة صعبة. ربما إذا كانت هذه المباراة كانت في بلادنا في السويد، ربما كانت النتيجة قد تكون مختلفة، ولكن كانت لديهم بعض المشاكل بالنسبة للإصابات وبعض اللعيبة القدامى الذين لم يكن مستواهم بالقدر المطلوب. هذا شيء مؤسف للغاية أننا لن نرى السويد في كأس العالم، ولكن لم تكن مفاجأة كبيرة بالنسبة لأنهم لم يتأهلوا. طيب توقعاتك إيه بقى لكأس العالم؟ مين يقدر يكون، يعني مش هقول لك واحد فقط، ولكن إذا كان هناك أربع أو ثلاث أربع منتخبات من وجهة نظرك، من يكون البطل في قطر 2022؟
نعم، فكرت كثيرا في هذا الأمر وكنت أناقشها مع الكثير من الزملاء والأصدقاء هنا. أعتقد هي مباراة أو كأس عالم مفتوح، لا يمكن أن نحدد فريق بعينه أنه الأفضل. بالنسبة لكرواتيا، كرواتيا على سبيل المثال كان فريق قوي على مدار السنوات الماضية وكان فريق كبير. أعتقد أيضا أن الدنمارك تحاول أن تصل إلى مستويات عالية، وهناك أيضا فرنسا، هناك أيضا ربما ألمانيا، وأيضا البرازيل، الأرجنتين، إنجلترا، بالتأكيد البرتغال. إنه لمن الصعب للغاية أن نحدد فريق بعينه أو أن فريق ربما يكون أكثر حظا من غيره. محمد صلاح بدأ من بازل السويسري وانطلق للعالمية، من وجهة نظرك شايف محمد بيعمل إيه في ليفربول من وجهة نظرك؟ طبعا إنه واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم. أنا أحب أن أتابع ليفربول وأحب أن أتابع مو صلاح، لأنه لديه أسلوب، لديه كل شيء، ربما لديه العقل، لديه القدرة البدنية، لديه كل هذه الأمور. ربما في بداية هذا العام ونهاية العام الماضي لم يحظى بالكثير من الأهداف، ولكنه استطاع أن يتخطى ذلك هذا العام وتقدم كثيرا، ولديه لمساته المميزة ربما. وأنا سعيد للغاية أن أرى لاعب بهذا المستوى بدأ من سويسرا وأن يصبح واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم. في الدوري السويسري يمكن لعبت ضد لاعبين مصريين كتير، منهم على سبيل المثال كابتن هاني رمزي، كابتن حسام حسن، كابتن إبراهيم حسن، وكذلك كابتن أحمد كشري في نيوشاتل. هل تعتقد أن الدوري السويسري بوابة جيدة للمصريين والأفارقة في أوروبا؟ أعتقد يمكنك القول بذلك، فإن الدوري السويسري ليس فقط بوابة للمصريين والأفارقة، ولكنه يعتبر خطوة جيدة لأنه ربما أفضل من الدوري السويدي أو من الدنماركي وربما غيرها من الدوريات في أوروبا، لأنه خطوة جيدة لأن ينطلقوا إلى دوريات ربما أكبر من ذلك. وأعتقد أن هذا جيد لأن الكثير يتابعون الدوري السويسري والكثير من اللاعبين ينطلقون من هناك إلى فرنسا وألمانيا وإلى الفرق الكبيرة. أعتقد أنها خطوة جيدة للمصريين وللاعبين الأفارقة أن ينطلقوا من هنا. أخيرا، هل تتوقع نجاح مارسيل كولر مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة؟ أنا متأكد للغاية، بالتأكيد إنه لديه طموح كبير، يريد أن يحظى بالشهرة ويتمتع بكل هذه المقومات التي تساعده أن يعمل مع فريق متجانس، ولديه الفلسفة التي تؤهله لأن يحرز الكثير من الإنجازات في الفترة القادمة. هناك أنا حظيت بالكثير من اللحظات السعيدة معه، وأنا متأكد أنه سيستطيع أن يحقق الكثير من الإنجازات. أنا بشكرك جرين ماتس على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا لواحد من النجوم الكبيرة في عالم كرة القدم السويسري.